لا تزال انتفاضة المواطنين مستمرة في شمال المغرب، وقد بلغت ذروتها في مدينة الناظور، حيث تدخل الجيش بالدبابات والمروحيات مخلفة قتلى وجرحى. سمعت لك قاس قوي زمعا وزيس شا مش تروح تغلظاف وتجي شوي زمعا الشي وزمعا علاش كتقتلونا؟ شنو يوسف ما بديت راه تخلصوا قطاس يوسف يمشى خيا ليش ركبتي في الناس ما تخافش